قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ايضا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الاحاديث الثلاثه تدل على سعه رحمه رب العالمين وانه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم فاذا اردت ان يغفر الله لك جميع الذنوب والمعاصي عليك بالتوبه الصادقه الى الله والاقبال على العمل الصالح فمن اسماء الله عز وجل الغفور الرحيم والله تعالى نسال ان يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر العظيم